السلام عليكم. اليوم نزيد نعاود نولي الى ملعب دويره ونشوف يعني لافونسمون تاع العمليه تاع وضع الكراسي اللي راهي خدات يعني وتيره جد متسارعه، وانا نلاحظ انه يعني المدرجات العلويه اي قريب تنتهي. وكذلك ملاحظه اخرى هو انه الاحمر هذا فيه زوج لونين، فيه اللون الاحمر وكاين اللون العنابي غرونا كما نقول. اذا كاين زوج الوان في جهه يعني الجهه العليا تتخللها بعض الكراسي البيضاء. اذا هذه هي، اترككم تكملوا الفيديو هذا. السلام عليكم.